مكملين معكم فقراتنا وصباحنا مشاهدينا، واكيد رح ننتقل لفقره اجتماعيه تربويه. ما بيخلى الامر اكيد من وجود بعض المشكلات بمجتمعنا لازم نسلط الضوء عليها، واللي هي مشكله التاخر الدراسي. قد ايه ممكن هاي المشكله تسبب مشاكل نفسيه واجتماعيه واخلاقيه كمان، لانه نحن وقت نكون بالمدرسه بنتعلم الانضباط والالتزام والقدره على التعلم. يعني مثل ما بيقولوا التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعلم في الكبر كالنقش على الماء. لهيك اليوم رح نعرف ونحكي عن هذا الموضوع وشو هي مخاطره ممكن تكون على الفرد او المجتمع، وشو ممكن تاثر عليه سلبا بالمستقبل. كل هذا الشيء رح نحكي عنه مع اختصاصي تربيه خاصه، وهو الاستاذ عقاب الحلبي. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك استاذ عقاب. بدايه يعني كلنا بنعرف التاخر الدراسي من اكثر المشاكل النفسيه التربويه الموجوده، واللي ممكن فعلا تشغل بال الاهالي اكثر من الاطفال لاسباب ممكن تاثر على تحصيلهم الدراسي. قبل ما نفوت بتفاصيل الموضوع، خلينا نتعرف نحن والمشاهدين شو بنقصد بالتاخر الدراسي. التاخر الدراسي هو احد الاعراض اللي بترافق الاطفال، خلينا نقول بعد الصف الثاني او يعني الثاني او الثالث الابتدائي. بدايه بيكون في عندنا تاخر ببعض المواد، تاخر ببعض ليش نحن بدنا نفصل ننوه لنقطه هون، في عندي تاخر دراسي، صعوبات التعلم وبطء التعلم والضعف العقلي. في درجات كيف يتم الكشف عنها. بدايه هي من خلال اختبار الذكاء، اختبار ذكاء ستانفورد بناء احدث اختبار تشخيصي ومقنن على البيئه السوريه، وعدا ذلك غير جدوى، يعني غير ذو فائده. حصرا بهذا الاختبار ببين درجه ذكاء الطفل وبين درجه هذا الاضطراب وين. يعني نحن عم نحكي عن درجه ذكاء ما بين 70 الى 90 كتاخر دراسي. اما اذا نحن انتقلنا الى مرحله صعوبات التعلم من 90 الى 110، الذكاء الطبيعي 120 فما فوق. فبالتالي بدنا ننوه لنقطه المهمه هون عند الاهل، لما بيكون الطفل في تاخر بغالب المواد استيعاب جيد، قدرات لكن اقل من اقرانه، القاعة الصفية ما بتناسبه، التراكم المواد ما بتناسبه، المواد الكثيرة يعني خلال نقول أربع مواد أو خمس مواد يومية، هذا الطفل المتأخر دراسيا ما بيفيد. بالتالي أنا مو مشكلتي بس عنده الطفل هون هو لا يقرأ ولا يكتب، من الطفل صعوبات التعلم أو ضعف عام بكل المهارات الاستقلالية والأكاديمية والنمائية إلى آخره، مثل طفل بطء التعلم. هو طفل ذو نمو طبيعي لكن تأخر دراسيا بأحد الصفوف. ما نقصد هون الطفل الراسب أو الطفل الكسول، إنما هو الطفل ذو اضطراب يسمى تأخر الدراسي. مثل أطفال الفئة B، إذا بدنا نقرب الموضوع أكثر، يلي داركتها وزارة التربية الفترة الأخيرة، صار عندي منهج فئة B كل سنتين بسنة أو كل صفين بصف، منقول مثلا بالفصل الأول بيكون صف ثاني ثالث، وبالصف الفصل الثاني صف ثالث، بيصير الطفل يتدارك هاي الصفوف. بس بدنا نلاحظ دائما نحن عندي تأخر ببعض المواد الدراسية ببعض المهارات ناتجة عن أسباب أما بيئية. في الغالب نحن بنقول تأخر دراسي أسبابه بيئية نفسية أو أسباب وراثية تكون متعلقة بشيء جيني غير ظاهر. تمام. استاذ، اوقات بنشوف بعض الاهل بيتجاهلوا وجود هي الاعراض عند الطفل وبيتركوا، بيقولوا لك انه بكره هو بس يكبر بيتعلم لحاله، او مع الوقت ممكن هو يصير يستوعب لحاله. بصير في اهمال، يعني هنون الاهل دور رئيسي لاي عارض بصير بحياتنا. شو لازم يعملوا الاهل وقت بيشوفوا الاعراض؟ لازم فعليا على ارض الواقع ما يتجاهلوا هاي الاعراض وتكون هي خطيره بتهدد حياه ومستقبل هذا الطفل على المدى النفسي، خلينا نقول اكثر شيء، والاجتماعي كمان. هلا بالغالب نحن المشكله الرئيسيه اللي عندنا عم تصير هي نكران للحاله تماما عند الاهل. يعني بنلاحظ حاله نكران ما فيه شيء الولد لو اجى في شكوى، وبدايه بالغالب طفل التاخر الدراسي تبدا الشكوى من المدرسه، يعني المعلمه بتبلش تنتبه انه طفل في عنده شتت دائم، في عنده ضعف في القراءة، ضعف عام في القراءة، مو انه لا يقرأ، ضعف عام في القراءة، مثلا عم لاقي صف سادس لسه في ضعف عام في القراءة، ضعف في المهارات الحركية، في تشتت دائم، في غرق بأحلام اليقظة، هو موجود لكن يعني بيجاوب أجوبته غير مناسبة، وفي نقطة كثير مهمة يكون العمر العقلي غير مناسب للعمر الزمني، هو عمره صف سادس 12 سنة لكن عمره العقلي أقل من هيك بيكون، طبعا مثال.
إضافة لأنه تعاون الأهل وتهيئة البيئة المناسبة بالمنزل هي العلاج الأفضل والأوحد لليوم. دائما بنقول الماما هي أخصائية ابنها أو الأب هو أخصائي ابنه، من غير الضروري أنا أستعين ب يعني مو كتير ضروري أنا أستعين بأشخاص خارجيين أو بمختصين أو ضروري حتما يعني اللجوء للشخص التربوي، لكن أنا اليوم الماما هي قادرة على أنه ضبط حالة ابنها ومتابعتها، خاصة لما بتبلش نقاط الضعف يعني نقاط بسيطة، لما بنتجاهلها بتكون المشكلة تفاقمت أكثر، ممكن توصل معنا لمرحلة بطء التعلم، لأن احنا كل ما تفاقمت مشكلة تنتقل إلى شيء أكثر، وبالنهاية الأيام عم تمرق والمعلومات عم تتراكم على الطفل، مثل لما بدي بلش مع طفل متأخر دراسياً أنا ما فيني أبدأ معه مثلاً بالمادة اللغة العربية على مستوى طفل صف ثالث أو رابع، بدي أبدأ معه من الحروف بالحساب، بدي ابدا معه من الارقام، ما فيني ابدا معه مباشره من ذات المستوى اللي هو داخل فيه. تمام، مثل ما ذكرت لازم كل شخص حسب حالته نحن نبدا معه بالطريقه الصحيحه. يعني يمكن اليوم اكبر غلط بيرتكبوه الاهالي او الاشخاص المحيطين بالطفل يلي عندهم تاخر دراسي بيقولوا انه هو طفل غبي، قد ايه هذا الامر غلط؟ وقد ايه يمكن في دراسات كثيره وابحاث اثبتت انه اكثر من 80% من هدول الاشخاص هنن درجه ذكائهم مرتفعه او فوق المتوسطه، وايضا كمان هدول الاطفال موهوبين. خلينا نوضح الاطفال المتاخرين دراسيا قد ايه ممكن يكون عندهم مواهب وعندهم مهارات هن مميزين فيها، ما بيصير نحن نحكم عليهم خلص من تحصيلهم الدراسي. تمام، كثير شكرا على هذا السؤال لانه بصدق هو بيضوي كثير اشياء. لما نحن قلنا ذكاء فوق المتوسط فنحن ما بنقول انه الذكاء الطبيعي، تمام، فوق المتوسط اذا ما زال هو ضمن مرحله 110 ضمن مرحله صعوبات التعلم، لانه هي النقطه كثير صح، وكل لما نحكي من 70 الى وما دون ايضا ضمن بطء مرحله بطء التعلم. هي الأرقام أو هي الفئات، لأن إحنا عم نحكي عن فئة التأخر الدراسي أو صعوبات التعلم أو بطء التعلم، الأهل غير معنيين أو غير واعيين، غير كأختصاصيين إحنا تربية خاصة أو أخصائي القياس والتقويم لقادرين على اكتشاف هي الحالات. لكن اليوم الذكاء الأكاديمي غير مقترن بالذكاء يعني التحصيل العلمي، خلينا نقول قد يكون الشخص ناجح مهنيا بأشياء كتير مهارات حياتية يعني إحنا بنقولها أو أشياء مهارية بعيدا عن التحصيل العلمي. فبالتالي كثير اطفال اليوم لاحظوا عندهم ذكاء موسيقي، تمام، ذكاء بصري، فني، حسي، بيئي، انواع ذكاءات كثيره، لكن بدنا نحاول نشتغل على هي الذكاءات من خلال يعني ننمي هي الذكاءات حتى تفيدنا ايضا بالتحصيل الاكاديمي، نقدر نعمل عمليه موازنه عند الطفل. لانه نحن عم نحكي تاخر دراسي هو طفل قابل للتعلم، لا اتحدث عن طفل الاعاقه العقليه الغير قابل للتعلم، بعض انواع الاعاقات العقليه الغير قابل للتعلم، انا اتحدث عن اضطراب تعلمي او احد اضطرابات التعلم الغير محدده عند الطفل، فبالتالي قابل للتعلم لكن بطريقه غير تقليديه، بطريقه غير معروفه او الغير يعني السائده خلينا نقول. فاذا هو طفل لا يتناسب مع القاعه الصفيه 30 او 40 طالب، لا يتناسب مع المنهج الدراسي بذات الترتيب، بحاجه تركيز اكثر، بحاجه اعاده وتكرار. شو الفرق بينه وبين بطء التعلم؟ طفل بطء التعلم ضعف عام في كل شيء. اما طفل التاخر الدراسي او طفل الصعوبات يكون صعوبه في القراءه او الكتابه او الحساب. طفل التاخر متاخر في غالب المواد الدراسيه، لكن عند الاهتمام بهي الحاله ممكن يوصل لمرحله كثير جيده جدا. يعني ينتقل من ملاحظ في الغالب كيف ممكن أم تكتشف ابنها، غالب المواد او غالب التحصيل الدراسي متوسط وما دون، يعني متوسط الى ضعيف، ما بنلاقي فيه تقدم، بتتعب عليه الام كثير لكن احيانا بتقول لك ما في نتيجه. وبالتالي هون الاهمال كمان اثره كثير سلبي عم بيكون على حاله الطفل. من خلال تنميه مهارات الطفل بالذكاء خلينا نقول موسيقي او ذكاء بصري او مكاني او ايا يكن، ممكن نوصل مع الطفل لتنميه الذاكره العامله عنده. من خلال تنميه الذاكره العامله عند الطفل يصير في تحسن بحاله التحصيل الاكاديمي. حكينا عن هدول الاطفال استاذ انه ممكن يكون عندهم قدرات هائله وابداعات باماكن ثانيه بعيدا عن الدراسه. دور الاهل والمدرسه هون قد ايه مهم باكتشاف او بتنميه هي القدرات واخذها الى مكان يستحق التواجد فيه، يحس حاله هذا الشخص انه انا منتمي لهون، يعني انا مش شرط تكون فاشل مثل ما حكينا اذا انا ماني دارس، ممكن انا ابدع باشياء ثانيه، دور الاهل والمدرسه هون قد ايه مهم وكيف ممكن يمارسوا هذا الدور بشكل صحيح؟
العلاج التربوي هو منظومة متكاملة، ما بتفصل لا البيت عن المدرسة عن المختص عن الطفل، هي منظومة متكاملة بحد ذاتها. الطفل شو بيحتاج بدنا ننتبه لنقطة، سواء كان العلاج طبي أو علاج اجتماعي أو دعم نفسي أو تأهيل أكاديمي. الأسرة رقم واحد، المدرسة تماماً، لأنه لما بصير في تهيئة أساسية بالبيت، في بيئة حاضنة، في رفع لقدرات الطفل النفسية تمام، ارتفعت مستوى الثقة بالنفس، فأنا عندي جرأة أني شارك، لو ما طلعت الإجابة صح فرح أتقبل. هي النقطة الكتير بسيطة، تقبل الفشل تماما. لا ما حأحكي تقبل الفشل، إنما تقبل فكرة هلأ بس أنا عندي لسه في ثقة عالية، عندي عزة نفس قوية، بقدر أرجع شارك مرة تانية، ممكن أرجع أشتغل على حالي. التحفيز الذاتي للطفل من خلال تفضلتي قلتي هو طفل كسول او يمكن يصنف انه طفل غبي. هي المصطلحات حتما مصطلحات مرفوضه بالكامل بالمطلق، لا يوجد طفل غبي، حتى طفل الاعاقه العقليه لا يوجد طفل غبي بالمطلق. هي نحن يعني مشان ما عاد يكون في لبس عند الاهل انه لا يوجد طفل غبي بالمطلق، كل طفل له قدرات خاصه. خلص نفيناها تماما، يعني كل طفل عنده قدرات خاصه، هو حسب الحاجة، حسب البيئة، حسب الموقف تكون موجودة. كثير أطفال منلاحظ تأخروا دراسياً بعد موقف معين، مثل حالة انفصال، حالة انتقال من مكان إلى آخر، حالة وفاة نتيجة تعلق نفسي. فبحثنا عن السبب هون وجدنا سبب نفسي، إذا زال السبب النفسي فإذا زالت معه التأخر الدراسي. وبالتالي لما نتحدث عن كيف دور المدرسة من خلال الإرشاد التربوي، الإرشاد النفسي كثير مهم، وجود الطفل، متابعة حثيثة مع بعض مع المراكز التربوية المختصة أو من خلال غرف الدمج وغرف المصادر، بنحاول نوصل مع الطفل لأماكن كثير جيدة جدا. تمام، في نقطة يمكن لسه ما ذكرناها، المقارنات يلي ممكن تكون موجودة من البيت. الأم لما بتتقارن طفلها مع ابن خالته، مع ابن جيرانه، إنه هو أشطر منه، ده عفاف بنشوف هاي الحالة موجودة. ونفس الوقت كمان بنشوفها بالمدرسة، يعني بتلاقي بعض الأساتذة بيميزوا طلاب على حساب طلاب تانية. طيب خلينا نوضح المقارنات، قديش ممكن تأثر على شخصية هذا الطفل اللي عنده تأخر دراسي؟ التعزيز خلينا نقول العقاب والثواب هو اسلوب تربوي حتما، ما فينا ننكر، لكن بحيث اني انا الغرض منه التحفيز وليس اني اخلق مشاحنات بين الاطفال. وبالتالي هو وين الاسلوب الغلط؟ هو منه تعزيز، هذا عقاب بحد ذاته. لما تقول الام فلان افضل من فلان، ابني الكبير اشطر، هذا درس، هذا ما درس، هذا كسلان، هي التفاصيل. وبصير في مقارنه دائما بموضع، بوجود اسره، بوجود مواقف. يعني انا اليوم ماني جاي ادرس، جاي العب طفل، فبيصير مباشره في مقارنه انه هو فلان اشطر منك، مباشره نشأت في عندي شيء من الداخل، يعني اول اشاره او رساله نفسيه وصلت للطفل، الرساله السلبيه انه هو شخص فاشل غير ناجح، فلان اشطر منك، كوننا رده فعل سلبيه تجاه هذا الطفل. كيف تبلش تبدا هي الاشياء؟ لما بتتراكم بتسبب ردات فعل، وهي الاشياء بنلاحظها عن طفل متاخر دراسيا، ردات فعله دائما عنيفه، ردات فعله غير مدروسة، ردات فعل غير مسيطر عليها، فبالتالي بيوصل لنقطة انه هو ما بده يدرس، ما في داعي يروح على المدرسة رفقاتي مثلا، او مميز من قبل غير مميز من قبل المعلمة، بالبيت في دائما تمييز، فانا بروح بشتغل تمام، فهو ممكن يلاقي حاله باشياء ثانية، بنلاحظ بيروح بيبدع باي عمل مهني مثلا. هذا السبب، الاحتواء النفسي رقم واحد بده يكون. يمكن يفقد الشغف، لا شغل ولا دراسه، يعني شوف كثير اشخاص أكيد. يعني ممكن يتعرضوا للتنمر وخلص ما عاد يتقبلوا اي فكره. اكيد، مع العلم انه هو طفل متنمرين تمام، ضمن القدرات الطبيعيه، يعني هو كطفل متاخر دراسيا هو ضمن القدرات الطبيعيه، القابل للاستيعاب، قابل للتعلم، لكن احيانا عدم الاحتواء بحد ذاته هي المشكله الرئيسيه بتكون للطفل. استاذ حكينا عن الاسباب وهي المشكله اللي لازم اليوم الشخص يتداركها، والاهل والمدرسة. خلينا نحكي عن، ذكرت حضرتك انه ممكن يكون في علاج طبي يدخل بمرحلة العلاج، ولا نقول حل طبعا. هو مشكلة ولا مرض؟ يعني هون التأخر الدراسي علاج طبي اضطراب تمام، نحن لا نقول متلازمة ولا نقول إعاقة للتنويه. التأخر الدراسي هو الحد الذي يفصل ما بين الطفل الطبيعي وطفل الإعاقة العقلية، يعني هو الحد الفاصل، فهو يعني طفل لا يعتبر أبدا أو مرض. لا يكون، لا اضطراب. احنا هون خبريني خبرك، إذا كانت المشكلة ناتجة عن سبب عضوي فهي مرض حتما. سبب عضوي أي أقصد أن احنا مشكلة في الدماغ، مشكلة في الجسم. بعض الحالات اللي بتصيبهم تأخر دراسي أطفال ضعف البصر أو الحول الأنسي أو الوحشي، أطفال ضعف السمع، أطفال الإعاقة البصرية أو الإعاقة عفوا الحركية أو وتر أحد الأطراف. أنا كنت أكتب باليمين، بترت اليد اليمين، صرت أكتب باليسار، فسببت لي تأخر دراسي، بالتالي نفس المشكلة لأحد الأطراف السفلى.
هي الاطفال هذا العلاج الطبي اللي قصدك هي اللي بنقصد فيه. اما كعلاج طبي نحن كاختصاصيين تربويين غير معنيين فيه يعني هو شو بيشوف بيشخص طبيب العصبيه او طبيب الاطفال هيدا مجال ثاني لحاله غير معنيين فيه، لكن نحن دورنا ناهل الطفل بما يسمى علاج نمائي، علاج تربوي وعلاج نفسي ضمن هي المنظومه، غير ذلك لا يمكن. إضافة لنقطة كتير مهمة، بعض أطفال تأخر دراسي لا يوجد لديهم تناسق حركي، فنحن بنلجأ لما يسمى بالعلاج الحسي حركي، أحد العلاجات الوظيفية الطبيعية، بيوصل مع الطفل لنقطة لحتى ينظم، يشبع الحواس، ينظم حركاته، ردات الفعل، التناغم العضلي والتناغم الجسدي، نوصل مع الطفل لنقطة كتير منيحة قبل بداية التأهيل الأكاديمي. تمام، يعني بالختام بدنا نشكرك كتير عقاب الحلبي اختصاصي تربية خاصة، ويعني بنتمنى من الأهالي ما حدا رجاء ما حدا يخجل من أطفالهم يلي عندهم تأخر دراسي، لا نحن لازم ندعمهم نشجعهم لحتى يتخطوا هي المرحلة بأقل الخسائر. وأهم شيء ما نقارنهم بحدا، نقول له ابن خالتك وأخوك. يا ريت الوعي أكثر بالموضوع. أكيد بدنا نشكرك أستاذ عقاب الحلبي وشكرا لك. شكرا لك.